باسمي واسم الاخوان اللي شاف باتيسي كلهم ديال مراكش، ارتئينا اننا نديروا هذه المبادره اللي هي مبادره انسانيه بالدرجه الاولى. اليوم احنا جينا باش نساهموا حتى حنا كمجموعه ديال اللي شاف انا نتبرعوا بالدم. هذا تقريبا اقل حاجه ما يمكن نقوموا بها في هذه الظرفيه هذه في الجائحه. كان نداء ديال الفيدرالية المغربيه لفنون الطبخ اجمع بما فيها كوزينه وباتيسخي تحت الرئاسه ديال السي كمال رحاز السلامي. دونك المكتب ديال مراكش يعني ارتاء انه يلبي النداء ويكون يعني في الموعد رغم الظروف اللي كتحيط بهذه الجائحه والاعراض اللي هي زعما يعني خطيره، وتحت هذاك ما يسمى بالحجر الصحي وتحت شعار بقى في دارنا، ولكن المكتب ديالنا ارتاء انه يخرج وينار حتى هو ويكون حتى هو جند من الجنود الاماميه في اطار لي زاكسيون اللي كديرهم لا فيدراسيون ماروكان دي زاركولينير في مراكش، وبتعاون مع مركز تحقن الدم ولسد احتياجات المستشفيات من كميه الدم، ارتأت ان اليوم تنظم حمله للتبرع بالدم خاصة بكل الطباخين والطباخات في مدينة مراكش من الساعة 10 إلى الساعة 5 مساء إن شاء الله. هذه تعتبر المبادرة الثالثة في لمساندة المغرب ديالنا للمرور بسلام من جائحة كورونا. المبادرة الأولى هي تقديم وصفات في أوتيل أدم بارك للأطباء والممرضين. المبادرة الثانية كانت عبارة عن تقديم مساعدات عبارة عن قفة رمضان، وهذه المبادرة الثالثة وهي التبرع بالدم، وما زالت هناك مبادرات اخرى ان شاء الله عما قارب في رمضان. المبادره اللي درنا دابا وهو لي شيف ولا فيدراسيون دي كوزينيي باش جينا نتبرعوا بالدم، لانه كي تعرفوا الناس اول حاجه اللي كيحتاجوها هو الدم والعناء ويعتنيوا بهم ويتهلاو فيهم الناس اللي مرضوا. هذه وحده من لي زاكسيون اللي خصنا نديرو. اليوم كنتواجدوا قدام مركز تحقن الدم في ملبي النداء ديال اولا ديال الوطن، لانه التبرع بالدم واجب وطني سورتو في الظروف اللي كنعيشوا هذه الايامات، وثانيا تلبيه للنداء ديال الرئيس الفيدرالية المغربيه لفنون الطبخ بالمغرب، وهو كاع لي شاف ديال المغرب كاملين في هذه اللحظات كيتبرعوا بالدم ديالهم. وكما كنعرفوا كاملين ان التبرع بالدم راه هو واجب وطني وان الناس في امس الحاجه ليه، ولي شاف تبارك الله ديال مراكش راه خداو هذه المبادره باش يتبرعوا بالدم، لانه كاينين الناس سورتو في هاد الوقت اللي كنعيشوا في هذه الجائحه ديال كوفيد 19 اللي محتاجه للدم. ومن هذا المنبر انا كندعو كاع المجتمع انه يدير هذه البادره حسنه، لان كاينين الناس في المستشفيات محتاجين هذا الدم ومحتاجينه بزاف.